يلا خلاص. مصطفى وصل من عندك. علقت خلاص. علقت معاك. لا ده مش حاجه باينه خالص. ما هي هتبان كده. ما انت فاكر ايه؟ لا كانت باينه كويس. لا زي ده اهو. بص ظبطت اهي. خليه في النور ده. يعني ما تجيش كده بحاجه تانيه عشان اجيب. مش عارف اجيبك وهبطل اصورك. اثبت على ارتفاع يا ابني. هو الثبات في الاداء عموما يا طارق. الوضع ده احسن وضع للتصوير. تخيل وصلنا كده. بص ما بحبش كده. عارف لسه مش متمكن من العملية. طيب نايت يعني. اساسي كده. سهلة بس سهلة ما تقلقش. يعني. سهلة سهلة يعني كأنك فاير عادي. يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ هتعمله عدل. طب كفاية كده بنزل صارك وانت نازل عشان اوفر البطارية شوية. نازل؟